اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزل
اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه.